أعلنت وزارة الثقافة عن تفاصيل أنشطة وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 والذي ينطلق في الفترة من 25 من يناير وإلى 6 من فبراير القادم. أوضحت وزيرة الثقافة نبيل الكيلاني أن الدورة الحالية تأتي تأكيدا على الهوية المصرية التي أبهرت العالم، ومشيرة إلى حرص القيادة السياسية على أن يظل المعرض نافذة مصر على العالم. في مؤتمر صحفي أعلنت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب عن تفاصيل الدورة 54 للمعرض والذي ينطلق في 25 من يناير الجاري، وذلك بمشاركة واسعة من جميع دور النشر التي تقدمت للاشتراك في المعرض، فضلا عن تخصيص جناح خاص لدور النشر الصغيرة دعما لصناعة النشر. تأتي هذه الدورة استكمالا لمسيرة عظيمة الأثر والتأثير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي هو وجه من وجوه مصر، يعكس حاضرها ويستشرف مستقبلها ويبرز روعة حضارتها إبداعا وفكرا وفنا واحتضانا لكل مبدع مصري وعربي. هذه الدورة مرتكزة على الهوية والحضارة المصرية، على دعم الوعي، على تحصين الأفكار من خلال كل البرامج التي ستقدم خلال المعرض إن شاء الله. بالتأكيد لدينا 1047 ناشر في كل هذه الظروف، هذا أمر لابد أن يدعو إلى الاعتزاز بهذا الأمر. تحل المملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف في هذه الدورة. أما عن شخصية المعرض هذا العام فهو الراحل صلاح جاهين، إلى جانب كاتب الأطفال كامل كيلاني كشخصية معرض الطفل، وذلك بوصفه رائد من رواد أدب الطفل ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي. إن اختيار الأردن ليكون ضيف شرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب يجسد العلاقات المتميزة بين الأردن ومصر. هذه العلاقات على مدى العقود الماضية كانت علاقات نموذجية في التعاون الثقافي، إلى جانب طبعا الميادين الأخرى الاقتصادية والسياسية وغيرها. قمنا في الاتحاد يعني تخصيص مساحة بالاتفاق مع وزارة الثقافة أو هيئة الكتاب، تم استيعاب فيها كل الناشرين الجدد، وحيديرها الاتحاد بالمشاركة مع هؤلاء الناشرين الجدد في مبادرة لأول مرة أنها تحصل، بحيث أنه يتاح لكل من حصل على يعني عضوية اتحاد الناشرين، لأنه في القانون بتاع اتحاد الناشرين أنه كل من يمارس مهنة النشر لابد أن يكون عضو اتحاد الناشرين. الشركة بادية المنصة الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب من سنتين فاتوا مع الهيئة، وكل سنة بيبقى فيه جزء للتطوير، والسنة دي الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نطور بعض الخدمات الخاصة بالناشرين زي خدمة الدفع الإلكتروني. معرض القاهرة الدولي للكتاب حدث ثقافي ينتظر عدد كبير من القراء من أجل اقتناء الكتب، إلى جانب مشاهدة العروض الفنية والتي تقدم في برنامج ثقافي فني شامل خلال أيام المعرض. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.